جول منطقة خطيرة، تسديدة، هدف، هدف أول لفريق المقاولين العرب. يا سلام عليك يا سالم، يا سلام عليك يا سالم، يا سلام عليك يا سالم. لسه بتكلم عن خيوط النجاة ويزيد التشابك. محمد سالم بكرة استلمها داخل منطقة الجزاء وحطها وتقدم فريق المقاولين العرب بلمسة ترجع ورا منطقة الخطورة، عدفات خطيرة جدا بلمسة حلوة محمد سالم وحطها جميلة. جول الهدف الرابع الرباعية بمهارة فردية بقدم المهاجم محمد سالم، استغل الباصة الغير جيدة من قلب الدفاع زيدان اسماعيل وعدى بلمسة كلها حرفنة من حارس المرمى. يا ولد يا حسن، يا ولد يا حسن، لف عرضية حلوة. يا سلام يا سلام يا محمد يا سالم، عرضية